بطاط مدهش طعمه يربش. بطاط بروسلي وانت رايح خليك تولي. بطاط مدهش طعمه يربش. احلى بطاط بروسلي. مدهش تعال. هذا بطاط كاري. وانا افدق قلبك يا ورده، برفع راسك داخل الحافه باحلى بطاط. وبطاط كاري ولا تشلش من كاري. ها الله يوفقك يا روحي. عادك نلاقي بطاط كاري. طيب. اوه حنين امك وثابت، وش معاكم مشبعون؟ يا حي يا عم ثابت، شوف البطاط احلى بطاط، شوف بعينك واطعم وقل لي. بطاط بروسلي اطعم وقل لي. يا اسمع يا صدق اني قانع بخرمه اكل بطاط. يا عم ثابت البطاط الحامي عاد الان وصل، طازك تعشب بعينك. عندي احسن. خلنا شحر وش البطاط هذا معه. اوه حرام ان حقها البطاط حسين. حتى خلاني مسعبب. اديني ب500 ريال. ها انا بوريك يا مدهش. ولا يهمك يا عم ثابت. الو ام وائل اسمعي واقول لك. ها ايوه فهمتك، دقائق وعندك. هي وائل وبتخرج مكان بوصيك تودي لابوك حاجه. لا يا ماما قدر، اصل النقد ابي يبيع بطار. ايش ابي؟ عادي يا بني، الشغل لاعب ولا حرام مالك. وبعدين قوم جهز نفسك وانا بروح اسوي له الفوفه الملبس وودي له. مش كفايه البطاط كمان فوفه الملبس؟ هي قوم عاد افتح لك فك، بروح اسوي له وانت قوم تجهز. خزا استعن لا ودي لابي الرنجيل على بطرحينه، بقول لامي ان انا وديته. يا السلام عليكم. وعليكم السلام. غلقت حتى انت يا ثابت تقعد تبيع بطاط؟ شرف دي الحافه ايش معانا ومعاهم؟ شافوا مدهش يبيع بطاط اقتلبوا كلهم يبيعوا بطاط. طيب لما كلنا بنبيع من المشتري؟ من اللي بيشتري مننا؟ واخي لما هكذا انت هو مدهش رأوكم بتبيعون بطاط وبشوف معاكم دخل، قالكم انا اطلب الله من جهزكم. او فانت تبيع بطاط حمار ولا بطاط كاري؟ انا ببيع بطاط نصه حمار ونصه كاري. مشكل ماكس.